هذا هناك تسريب ديال المكالمة ما بين بعض القضاة يتكلمون على ملف ديال المواطنين رئيس في واحد المحاكمة معينة، والتعبير الذي راج في ذلك التسريب هو تعبير يعبر على وعي جماعي داخل المؤسسة القضائية في معاملتهم مع جوج ديال الواجهات. أولا في معاملتهم مع المتقاضين بصفة عامة، كيف أن ينظر للمتقاضين بذلك التحقير وبتلك المتاجرة، وثانيا هناك التعامل مع جسم المحامين، كيف ينظر لهم بذلك يعني التحقير والإرادة في التحجيم وفي الإبعاد وفي الإقصاء وفي يعني سلب المحاكمة من جوهرها، ألا وهو الدفاع الذي طبعا مؤطر من طرف مواثق دولية ومن طرف المشروعية لا القانونية ولا التاريخية. لذلك احنا المسألة ديال الهجوم على جسم المحامين نلامسه في الحياة اليومية مع القضاة مع الوكلاء مع كتابة الضبط، نلامسه كذلك اليوم في الأجندة التشريعية للحكومة في الأجندة البرلمانية، بمعنى أن كل ما هو يمس حقوق الدفاع يعني هناك قلم أحمر فوق كل ما هي مقتضيات قانونية داخل هذه المشاريع القانون. اليوم تلك المكالمة بطريقة بدائية كيف نتكلم على المتقاضين وكيف نتكلم على المحامين هو تعبير يعني علني على ما يعني يلزون دي تو سوك لو كور جوديسيير بونس تو با، هذا هو اللي كاين. بمعنى احنا داك الشيء احنا عارفينه ولا يعني ما تفاجئناش، ولكن اليوم خرج للعلن وخرج للراي العام لما نتكلم على حرب ضد الدفاع في اطار يعني واجهات متعدده. اليوم كان الفصح والفضح لهذا الوعي. لذلك اليوم المحاماه مره اخرى هي في الموعي لكي تفضح هذه الممارسات وتقاوم اولا من اجل كرامتها، ثانيا من اجل الدفاع لصالح المواطنين، لان المحاماه هي الخيط النظيم ما بين السلطه الائتمارية وما بين المجتمع. لذلك هذا الخيط النظيم هو يعني مشروعيه المحاكمه العادله تمر من جسم الدفاع. كيف لأن السلطة الائتمارية في السلطة القضائية تفكر ويعني تبوح بتصورها ورؤيتها للمحامين. لذلك أما المسائل المتعلقة بالتدخل في الأحكام وكذا، هناك سلطة المال متفشية داخل الجسم القضائي. سلطة المال اليوم يعني وضح هذاك الأوديو أن هناك سلطة المال خارجة على إرادة السيادة القضائية للبلد، وهذا خطير. وآخر تمظهور ديال أن القضاة المعنيين يوم الاثنين ترأسوا الجلسة، أين هي أن هو المجلس على السلطة القضائية كي يقف هذا النزيف، بمعنى أن استفزاز الدفاع لازال مستمرا، واضطر الزملاء في الدار البيضاء على أنهم يديروا قفة في القاعة 7. كيف أن لرئيس سرب كلامه ومكالمته في وسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت محل فضيحة كبرى للصعيد الوطني أنهم لا زالوا يترأسوا الجلسة كأن شيئا لن يكون. كاين تحقيق وكاين بعث، ولكن راه اللي مسؤول على الآن البيان الوكيل العام في الدار البيضاء قام بالواجب ديالو، ولكن راه هناك المحامي العام بمحكمة النقد اللي خصو ياخذ التدابير ديالو، بمعنى أن هناك مشاكل ديال الاختصاص وهناك مشاكل ديال الإرادة، بمعنى أنه يجب اليوم أولا وقبل كل شيء وقبل الجزر التفصيلي حول بعض العناصر التي تروج في ذلك الأوديو أو ذلك التسريب، هناك علاقة القضاء مع المحامين، واليوم بان هذا الفيديو بين على أن المحاماة مستهدفة في إطار الإشاعة وفي إطار الترعيب وفي إطار التعرج بالمفهوم الإداري. إن المحامون يعانون، إلا المحامون المتمرنون ولا الرسميين يعانون أمام كتاب الضبط وأمام الوكلاء وأمام يقمعون في الجلسات. نعم غتقول لي أن الغرف وأن كذا عند الملفات كثيرة وإلى آخره، ولكن يقمعون، بمعنى هذا بان على أن هناك وعي داخل أو تصور داخل القضاء وجب إيقافه. هذا الشيء اللي كاين، ويعني احنا غادي نستمروا في هذه المعركة إلى وكذلك الواجهات التشريعية خصها تاخذ المجرى ديالها في إطار الدفاع على صلاحية المحامين، ومن صلاحية المحامين ندافع على مصالح المتقاضين ومصالح المواطنين.